مأساة عائلة فقدت ابنها المتيب بحب الترجي، نمشيو الفيتير بربي ندعوكم الناس الكل للتركيز على الفيتير هذا وبعد نرجعو البلاتو. سي جمعة الهاتفي، لو كان تحدثنا على مأساة ولدك بلال الله يرحمه. مأساة ولدي صارت نهار 22 سبتمبر ليلة ماتش الأهلي والترجي. ولدي مغروم ياسر بالاسبيرانس، كل ما يصير ماتش كما كان يقعد بنهارين بالثلاثة وما جماعة الجروبات وجماعة الزاباتيستا ما يروحش، يبدو يحضروا بالدخلة وغناء وكل ما شيء ما يروح ليش. انا ليلة اللي صار يصير ماتش كبير كما كان تلقاني قلبي في داية، تلقانا العيله كامله نبدو متشغش بيه، لا نرقدوا ولا حتى شيء، نبدو نتكلموا فيه بالتليفون، نبدو نكلموا فيه بالتليفون. ليلتها بالضبط جاب التيكيه نتاعو هذه 1919 تاريخ تاسيس لاسبيرانس، وصار بحذا امه لهنا على اساس باش يمشي كيما غدوا الصباح باش يمشي يزيد يقص السكر باش يبيعهم مع نتاع الماتش هذا. وخرج هو صاحبه هذا كي هبطوا لبرشلونة في الليل ماما ياسر وغادي وصباح بكري يتعداوا يمشوا لل ياخذوا المترو باش يمشوا للمنزل باش يشدوا الصف بكري باش يقصوا يروح. ليلتها صارت المشكلة في برشلونة ولا شنو، ضرب ومضروب هرب، ما نعرفش كيفاش هرب، هرب دخل برشلونة، صارت المشكلة مع البوليسية مع عركة في بعضهم، وسمعت أنا قالوا عركة في بعضهم، كي جاء الأمن هربوا، هرب ولدي جهة ترى متحاملهم. بعد ساعة ولا قدا لقوه ميت محروق، محروق وفوق الترام ممدود مطيش، معناها فما لغز لهنا. لو كان معناها ولدي تضرب باش يضربوا الترام 30 ألف فولت ما يطيشوش من فوق الترام، ما يطيشوش ما يرميهوش اللوطة، يعني لقوه جثة هامدة فوق الترام محروق. شوشت ولدي مات اليوم الجمعة وفي الليلة بالليل، وكيما غدوة السبت في الليل وقت الماتش نتاع لاسبيرونس والأهلي يلعب وقت ذاك جد بنت اختي علمتنا قالت لنا راه ولدكم راهو ميت وراهو في الشريكه. مشى ولدي هذا يجري هو صاحبه بالكهرباء، كي مشى دخل لقى خوه مطيش فوق البلانكار ومشوشه محروق من اللوطه لفوق. اختي البركه فيك والله يرحم بلال. خلى بلاصه مش بلاصه اكثر من بلاصه، خياله بين عينيا ما نرقدش بيت ما نرقدش في الليل، بيت تخيل فيه في كلامه ونسخيل فيه في كيفاش يكلمني كيفاش يعيط لي كيفاش يدور كيفاش يرقد، جريته واقفه فراشيته قاعده متويه كرطابته قلت لي راه انا ريتش على مريضه انا ما نجم حتى حاجه، ما عادش في داري لا هي بداري ما عادش لا هي باولادي، مريضه ونمشي هايمه هكا في الدار. ولدي عزيز عليا برشا بلال وقريب ليا برشا، يبات عندي يبات محملني، ليت اللي مشى بعيد بحذايا هكا مدخل يدو محملني مزدت ويدي بعيدا ما رقدتش، جاني خبرو في الليل ما نعرفش على روحي كيفاه، ما نعرفش على روحي ولدي كيفاش مشى. ولدي جابولي جبتو درج لهنا وهزوها ولدي ما نعرفش روحي هذاك عيني، حياتنا كلها تبدلت، ولادي تبدلوا، أخته ما عادش تحب تقرا كيما نعرف، هو الروح والعقل هو أمه يقول لي ما عادليش أمي، عاد كان يا فاطمة يقول لي فاطمة الغالية راني نحبك، يقول لي فاطمة راكي انتي دمي انتي قلبي، يقول لي راهي الترجي تربح وانا يقول لي راني نحبك انت، الترجي تخسر يقول لي راني نمرض، ديما هكا نقول له بابا يقول لي يا امي راني ندخل في كوره ونحب نكور ونحب نقرا هكا، هو هذه كلمته ديما يقول لي يا امي والله ما نحاججك، يقول لي يا امي والله ما نحاججك، ناخذ الباك ونحاججك انت وبابا. مشيت لسي حمدي المدة بنهار لاسبيرونس وزرزيس ما خلونيش نقابل من الاول، جيت باش نحكي معاه على مشكلة ولدي قال لي راه ما فوقيش فلوس. علاه ما فوقكش فلوس اخي؟ انا جاي باش نطلب، يعني جيتك على ولدي راه مات راه كبت راه فهمتني، ما سمعني حد. علاه الحقره هذه من الاول الدنيا موشوره، الحقره الاخر الدنيا ما حد حتى واحد يسمعني. ولدي ميت عمره سنه يخرى وكوارجي في تصويرونس يموت ولا واحد يسمعني. كلمت على المطلب قال لي بلا نمشي سي فؤاد كاتو كارن،
كلمته سي فؤاد قلت له سي فاروق كتو كلمته قال لي تو راني مانيش لاقي جاني للجمعيه مشيت للجمعيه غادي قال لي ما نقدر عليك كان بالمحامي قلت له باهي عاوني بالمحامي تو قداش من نهار لا عاوني لا كلموني بالتليفون لا حتى شيء عليه عليه يا رسول الله يا ربي يعلم بيا كان ربي مانيش نخدم مانيش انسان يعلم بيا كان ربي ما لاش روحي على كتاه كنت استنى اختي فاطمه في بلال باش يفرحك بالباك للاسف روح لك في صندوق للاسف ولدي الباك يقول محضر له حتى قبل محضر مشى عطيته حجم عطيته مشى حجم مريقل مشى رسم حتى في النسيف تطر الحداد مشى رسم كرطابته محطوطة شريت له الكرطابة شريت له الحويج شريت له السبيدر هكا محطوط شريت له حويج وكل شيء عملته له كل شيء يقول يا أمي باش نمشي للبانا ناخذ لك الباك ناخذ لك الباك ولدي ناخذ لك الباك يقول لي يا امي ناخذ لك الباك نقول له حاجه برك نحبك تفرحني به يقول لي يا امي ناخذ لك تحبي ناخذ الباك ناخذ الباك نقول له هذاك هذيك امتي الوحيده نقول له انا ما قاعده في الفقر وقاعده في كل شيء كان على خاطركم راني عايش على خاطركم الروح والعقل الروح والعقل يقول لي يا امي انت يقول يا امي ما نحبكش تبكي راني نبكي هكا ولا نتغشش انا ابوي يعمل حاله يقول لي يا امي شبيك يا امي ما تبكيش يا امي يقول لي ما نحبش دمعتك تهبط يبدا يعمل لي هكا يا امي ولدي ما عادش نشوفه مع الجراره وعندي هذاك عندي ثلاثه اولاد هو الكل هو روحي هو قلبي وعيني راني عيني نخزر بها النوم عشره قدته حكينا على بلال نحبوا نعرفوا بلال شنو اخلاق بلال برشا كلمات قاعد تتقال في التريك نوضح للراي العام شو توا اللي مات الله يرحمه كان مش عنده سبور ولا قرايه ما عنده حتى حاجه في البلد هو شو ميت على سبيرونس مش خليني خيرك توا كان ما يقول انت هذايا شمع لي في الريحة وكا ما عندي مذيفة اللي قالوا ابوه قال خلت امه كيف فما امكانيه يرحم ديها من السلطات المعنيه وفي فما امكانيه مش عطينا نكتب الحقيقه تاع ولدنا وكا انا دير خويا ما عادش حاب يجي انا كل ما جينا نقول لك اوكي ما عادش حاب يجي فهمت معناتها نمشي لسي غادي يقول لي نعملوا لي يا عمري ضايب وبلال معناتها مانيش ماهمش عيطوا لي حتى عمو فهمت قريب له انا برشا قريب ولاد قريب لهم برشا شو شغل لك جات الموت هذايا جا صاحبه هذايا عيط له صاحبه هذايا حتى جبدناه في البحث الى حمتي ما فماش هرب من الحومه كومبليتمون كلمنا الشرطه كلمنا المحامي كلمنا 19 سنه السيد هذايا اللي جا عيطوا في الليل هو اللي عنده الحقيقه الحقيقه كامله عنده 19 سنه ما ظلوش يطول علاه ما ظلوش يطول نحب نعرف شنو الحكايه هذا يبني داره ومشي تكلمنا أمه زاد هربت أمه من الدار معناتها ولينا خايفين على مرات الفعل تاع خواتي وهذه يقعدش يعص عليهم زاد يضيع روحه منه ومنه زاد يضيع أولاده قعدنا خايفين على الأقل توا كي الحاكم في بيره بالموضوع هذا على الأقل يعيطوا له طفل يخدم عنده كلمتين تقول الحقيقة كلمة نرتاحوا احنا علاش تقعدوا كي لا صابنا احنا واحد ولا ساعات مخه ساعات يسرع على بعيد هكا عليه فما احد الصحف قالت لي بلال معناها نهار اللي مات مع جماعه حبوا يعملوا عمليه بركاش صحيحه ولا اشاعه شو شغل لك احنا مش حاضرين سمع الله اعلم شو شغل لك كان جينا حاضرين ممكن من انسان مش حاضر يعني درا انسان اللي مش على بركاش كي درا كي ناقص حاجه ناقص مصروف ناقص في حاجه هو نهار فلوس عنده بتاع 180000 البين تاع لونتري تاع الرانس موجوده عنده يعني ما ناقصوا شيء تاع شيء مش عم بركاش بلال عمره ما عنده سوابق عمره ما دخل في تلميذ هو تلميذ بكون في سيج باجلود بكون في باجلود فوتبول نفضي حتى البدايه تاعو حتى البدايه تاعو من عطيني له من جماعي فين كان يقول مشي منو كان يقول فيني من في باجلود حتى مشيت تست في الاسبيرونس يحب ميت على الاسبيرونس ما تست فيني غادي ما عيطولوش يلا غالب فيني كيما قلنا زر ما نقولوش حتى حاجه فيني ميش على الاقل على الاقل تظهر لنا حاجه انا تو عندي شك في الطفل هذا عندي فيه شك كبير ياسر الشك انت ما غير الشك فما قضاء تونسي عادل تو القضاء ياخذ مجراه خلي القضاء ياخذ مجراه شوق في الختام نحب نقول لك كلمه شنو رسالتك لبلال في قبره الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمك وربي صبر الله يرحمك هو مش عارف فلوسي نور المدار مش عارف ربي يرحمه وربي صبر الله يرحمك ان شاء الله ربي يظهر له حقه اللي مقبل غدوه في انتظار يقول القضاء التونسي العادل ان شاء الله يقول كلمته وتظهر حق بلال
شنو 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 اللي تطلبوا؟ شنو النداء؟ فما التوانسه قاعدين يتفرجوا فيك توا، شنو رسالتك لهم اختي؟ امتي الوحيده نشوف حق بلال، نشوف بلال باش مات وكاو باش نمشي نفرحوا في قبره. امتي الوحيده بيك، امتي الوحيده، امتي الوحيده راه بلال. انا نقول لهم انا ما نعرف حق بلال، يجيبوا لي حق بلال في اقرب وقت. ولدي ثلاثة شهور ما عرفتش باش نمشي نهني في قبره. هذيك امتي الوحيده، امتي الوحيده تعرف بلال باش مات. نعرفوا باش مات، امتي الوحيده نشوف بلال هاو، بلال نعرفوا باش مات. يجوا يقولوا لي راه بلال باش مات باش نمشي نهني في قبره نتهنى هنا ونرقد نرقد. امتي الوحيده نرقد حتى ساعتين على بعضها باهي. الله يرحم الشاب بلال. صحيح الوجاعة كبيرة لعائلته، صحيح المصاب كبير برشا ويوجع برشا ومدمر برشا، وخاصة شفنا الظروف العائلة ذي ظروف صعيبة برشا، لكن مش نقوله كلمة حق في إطار حياد تام. شنو ذنب الترجي في حادثة صارت في الشارع؟ ما نصورش أنا والله كان صارت في المدرجات يمكن صارت البرة. خلاص القول إن شاء الله القضاء التونسي العادل يكشف الحقيقة وعائلته تعرف شنو أسباب مقتل بلال، خاصة أنا شفت التقرير الأمني يقولوا الوفاة مستغربة. إن شاء الله القضاء يظهر حقيقة مقتل الشاب هذا باش عائلته ترتاح. الله يرحمه والله نعم. سؤال وليد.